عملية كبرى نادرة ومعقدة استغرقت ما يقارب 5 ساعات متواصلة، وهي استئصال أورام في الفص الأيسر من الدماغ لمريضة في العقد 5 من العمر وهي بكامل وعيها، بعد إفاقتها من التخدير العام لتقييم وفحص وظائف الكلام. العملية أجريت بأيادي ماهرة كويتية بقيادة الدكتور فيصل ساير، وهو الطبيب الكويتي الوحيد في البلاد الذي يجري مثل هذه العمليات المعقدة. الهدف من إجراء العملية بهذه الطريقة أن يتم فحص وتقييم الكلام، وظيفة الكلام أثناء استئصال الورم، وهذا فيه نوع من الحماية الإضافية لوظيفة الكلام من ممكن استئصال الورم ببنج أو بتخدير كامل، وفي هذه الحالة قد يتأثر الكلام دون أن نعرف أنه تأثر لأن المريض غير واعي. دولة الكويت تعتبر الثانية على مستوى الوطن العربي من حيث إجرائها لمثل هذه العمليات المعقدة، ونسبة المضاعفات فيها لا تتجاوز 2%. نستعمل مثلا جهاز الملاحة الجراحية، وهنا نشاهد الدماغ أو المخ المريضة، وهنا نشاهد الورم في الفص الصدغي الأيسر. تنزل شوي دكتور غازي، هنا نشاهد. فهذا الجهاز يساعدنا في الوصول إلى منطقة الورم بطريقة أسرع وأسهل وفيها درجة أعلى من الأمان دون الاحتياج أن نفتح فتحة كبيرة. الإصرار والتحدي والنجاح عناوين تصدرت المسيرة المهنية للدكتور فيصل ساير الذي أجرى ما يقارب 25 عملية من هذا النوع. ربما تعجز الكلمات عن الوصف، ولكن هذه الصور أبلغ من الكلام. الاحترافية المعقدة أثناء عمله لم تأتي من فراغ، بل كرس حياته للعطاء اللامحدود في سبيل إنقاذ المرضى بفضل حنكته وحبه لعمله. وإن دل على شيء فإنه يدل على مدى كفاءة ومهارة أطبائنا الكويتيين في إجراء مثل هذه العمليات النادرة والخطيرة والدقيقة، وذلك لسلامة الأجهزة النطقية لدى المرضى. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.